السلام عليكم. خبر سخون على تعديلات قانون عقود العمل. اليوم 23 في شهر 9 ديال 2024. اليوم الاخوان اليوم مع 10 ديال الصباح دخلوا النقابات البالاتسو كيجي المقر الحكومي الايطالي مقر رئيس الوزراء. دخلوا النقابات مع 10 ودخلوا الجمعيات مع 12 البالاتسو كيجي باش يناقشوا تعديل ديال قانون عقود العمل. والنتيجة والتسريب الإخوان اللي غادي نشارك معكم دابا. اللي دخل الإخوان جاموا بارتاج لهذا الفيديو هذا كيتعم الفائدة وكل شيء عرف إن شاء الله التعديل اللي غادي يكون في القانون ديال ذكرية الفلوسي وغادي نشوفوا النتيجة كاملة إن شاء الله من بعد 23 شهر سعود. هادو هما تسريبات الإخوان اللي خرجوا حاليا من بالاتسو كيجي من مقر رئيس الوزراء ولا المقر الحكومي الإيطالي. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم كاملين اللي طلع جيم وبارطاج الفيديو. غادي نشوفوا التسريبات اللي كاينين الاخوان بالنسبه للتعديل. هذا الشيء اللي عندي دابا حاليا وغادي نشوفوا الاخوان اخبار اخرى على تعديل قانون ديال ديكريتو فلوسي. اللهم يسر. السلام عليكم كاملين اللي طلع جيم وبارطاج الفيديو، مرحبا بكم الاخوان. وغادي نهضروا حتى على الكونترات اللي هما كيدفعوا خارج القانون ديال هذاك فوريكوتا LFE. مرحبا بالجميع. سمعوني مزيان الاخوان، بالنسبه للتعديل اللي كاينو التسريبات اللي توصلت بها حاليا اللي خرجات الاخوان من المقر الحكومي الايطالي مقر رئيس الوزراء بالاتسو كيجي. ان شاء الله الاخوان بالنسبه للنقر السريع الكليك داي ان شاء الله التعديل ديالو ما غاديش يكون الكليك داي ان شاء الله في 2026. في 2026 ما غاديش يكون الكليك داي، غادي يكون تعديل. حنا دابا غاديين بالقانون ديال 2023 2024 2025. ديجا خرج في الجريده الرسميه هاد ثلاث سنوات هو القانون باقي كاين عادي جدا ياك. تعديل ان شاء الله في 2026 على الكليك داي ما غاديش يبقى، ربما على الجمعيات. المهم كليك داي ما غاديش يبقى، يعني النقر السريع فاش كتدخل تبغي تقدم طلب هذيك كليكي مع 9 ديال الصباح 9 دقائق 9 و5 دقائق 9 كذا ما غاديش نشوفوها. غادي يعطيو لكل جهه الحصه ديالها وكل جهه تتحكم في السيستم ديالها وعلى حساب الطلب من طبيعه الحال سواء جمعيات ولا ارباب العمل. المهم الكليك داي الاخوان 2026 النقر السريع ما غاديش يبقى. بالنسبه ل 2025 ان شاء الله غادي يكون الكليك داي. امتى غادي يكون؟ غادي يكون 5 و7 و12. كنهضر لكم على القانون الجاي ديال 2025 غادي يكون النقر السريع وتقديم الطلبات ان شاء الله 5 و7 و12 في شهر 2 ديال 2025 كيف ما جا ديجا منشور في الجريده الرسميه. ركزوا معايا الاخوان وبارطاجيو الفيديو باش توصل المعلومه للناس اللي هي كتسنى ولا انتريساتا مهتمه لهذا التعديل هذا ديال القانون ديال ديكريتو فلوسي. 2025 غادي يكون النقر السريع ولا الكليك داي 5 و7 و12 في شهر 2 ديال 2025. ولكن قبل هاد التواريخ هادو كيكون واحد لابري كومبيلاسيوني كيكون ديال الملء المسبق للطلبات سواء عقود عمل موسميه ولا غير موسميه ولا البادانتي ولا دوميسيكو ولا كونفرسيوني ولا ان شاء الله الناس كتدخل بالاعمال اللي هي حره يعني الحساب الخاص اللي اوتونومي. ان شاء الله لابري كومبيلاسيوني اللي جا في التعديل والتسريب اللي هو خرج حاليا قبل ما تنشر الحكومه ان شاء الله هاد التعديل هذا ابتداء من اكتوبر بالضبط نهار ما معروفش. ابتداء من اكتوبر ممكن الاول في اكتوبر شهر 10 ممكن نص ممكن الاخر في شهر 10 ان شاء الله غادي يبدا التعمار ديال الطلبات ديال ديكريتو فلوسي ان شاء الله للنقر السريع اللي كاين كيف ما قلت لكم 5 و7 و12 شهر 2 ديال 2025. يعني هاد السنه هذه ولا يعني على حساب القانون الجاي ان شاء الله اللي جاي باغيين يبداو في تعمار الطلبات في الملء المسبق النموذج النوع ديال الكونترا اللي بغنوصل لك سواء موديل لبي ولا السي ولا ابيس ولا الفي بي ولا شي نوع اخر ولا الفي شي نوع اخر ان شاء الله غادي يكون في شهر 10. يعني غادي نعطيو الوقت لارباب العمل والجمعيات والعائلات. علاش قلت العائلات؟ حقاش العائلات هما اللي كيديروا الطلبات ديال الدوميستيكو وديال البادانتي. غادي نعطيوهم وقت باش انهم يعمروا الطلبات ديالهم ويكونوا ديجا موجودين ان شاء الله الكليك داي للنقر السريع ديال 5 و7 و12 شهر 2
و25 هادشي من بين التعديلات. تعديل اخر وهو ان شاء الله فاش غدير الطلب سواء كنت عائله ولا باترون ولا جمعيه ولا اي واحد فاش غدير الطلب القنصليه فاش غتخرج من الله وسطى القنصليه اشنو غاديه تدير؟ غاديه تتواصل مع رب العمل سواء من العائله ولا جمعيه ولا باترون ولا اي واحد غتواصل مع رب العمل غتقول له شوف واش هاد السيد هذا مازال باغيه ولا لا. وهذا الشيء حتى على الناس اللي هما ديجا واخذين نون لا وسطى ديالهم التعديل على الناس اللي هما حتى هما ديجا واخذين نون لا وسطى ديالهم ومسجلين وكيتسناو الموعد القنصليه تعيط لهم باش يدفعوا الدوسي الباسبور ديالهم يتواصلوا مع ارباب العمل واش هاد السيد باغيه ولا صافي ما باغيش وهو كيقرر وكيحكم وكيقول هاد السيد اما بغيتو ولا ما بغيتوش. المهم ديروا مزيان مع الباترونات الى غدا ولا بعد غدا يقول لي ولا هذا صافي ما بقيش بغيتو. المهم هذا تا هو كاين تعديل الاخوه هذا تا هو بالنسبه للال اف او الناس اللي هما دافعين كونترات فوري كوتا هذاك الموديل ديال الناس اللي دارت فورماسيوني الناس اللي تكونات وعندها لغه ليفل ولا مستوى A1 ولا A2 وعندها شهاده يعني العمل وديبلوم وكيدفعوا لهم كنشوفوا الضغط بزاف على الال اف او على هاد الكونترات اللي هما فوري كوتا الضغط بزاف عليهم. اش دارت الحكومه؟ نشرات واحد البلاغ في موقع ديال الوزاره الداخليه فاش يلا تبغي تدخل لهاد البورتال سيرفيسي كيداروا الطلبات ديال الذكريات الفلوسي ولا يعني الريكيست ديال نور الوسطى باش تجيب شي عامل. كان التعديل وهو هذا الشيء في الاول 6 في شهر 9 راه الناس اللي دفعوا من بعد 6 في شهر 9 ديال 2024 غادي يعرفوني علاش هضر وهذا ميساج للناس اللي هي كتعمر ال اف او لان ال اف او تاهو راه في تعديل على اشنو قالوا؟ قالوا الناس اللي كتدفع هذا الموديل هذا فوري كوتا خاصهم يلوحوا لينا سيرتيكاتي نشوفوا شواهد ديال العامل ديال اللابوراتوري وكذلك المستوى ديال A1 ولا A2. انت فاش كترسل لهم هذا الشيء هذا ودابا الا دخلتوا الاخوان الطلبات ديالكم اللي مدفوعين من بعد 6 في شهر 9 ديال ال اف او غتلقاو مشكل فيهم وانا نقول لك المشكل اللي كاين بالضبط وغادي نمشيو افانتي الاخوان نمشيو لقدام في هذا التصريب ديال التعديل اللي كاين. اشنو كتلقى بالنسبه للناس اللي كيدفعوا هاد الكونترات هادو فوري كوتا وراه بزاف الناس دافعين فوري كوتا وكيتسناو يعني خارج الحصه خارج القانون اخوتي. اش كيلقاو؟ كتلقاو براتيكا نون تروفاتا بريسو لو سبورتيلو البراتيكا ديالك ما كايناش في سبورتيلو اونيكو بير ليميغراسيوني ما بيناش عندهم. امتى غادي تبان؟ من بعد 23 في شهر 9 ديال 2024 من بعد هذا التعديل هذا كاين التعديل على فوري كوتا هذا ميساج للناس اللي هما كيدفعوا فوري كوتا. دابا الا عمرتي واحد البراتيكا من بعد 6 في شهر 9 نهار جا هذاك البلاغ ديال التعديل خاصك ترسل شيرجيكاتي كتلقى البراتيكا ديالك في الاول كنتي قبل 6 في شهر 9 كترسل كتلقى البريستروتوريا دخلت المعالجه دابا ماشي دخلت المعالجه من بعد 6 في شهر 9 دابا كنتحقوا من داك الشيء اللي رسلتي لينا. واش هذيك المؤسسه والمدرسه ديال ليفيلو المستوى A1 ولا A2 كاينه في ليلينكو ديال سكوري اوتوريزاتي اللي مع القنصليه ولا مع الخارجيه ولا مع الوزاره. المهم كاين بحث اشنو كتلقى براتيكا نون تروفاتا بريسو لو سبورتيلو ها هي عندي هنايا ما عرفتش تبان لكم ولا لا ولكن من بعد هذا التعديل هذا ان شاء الله عاد غتشوف البراتيكا ديالك في البري استروتوريا. اخوان بالنسبه للتعديل هذا الشيء اللي فيه حاليا وغادي نشوفوا الجديد غادي نشوفوا الجديد هذا غير تسريب دابا خارج حاليا غادي نشوفوا الجديد. المهم النقر السريع الكليك داي غادي يبقى كيف ما هو نهار 5 و7 و12 في شهر 2 ديال 2025 والكليك داي ديال 2026 ما غاديش يبقى بالاخص الاخوان مع الجمعيات ما غاديش يبقى غادخل الجمعيه ولكن غنبقاو نشوفوا دائما راه الجمعيات هي اللي غادي تاخذ الحصه ديالها كبيره وكبيره كبيره بزاف فهمتوني الاخوان. المهم 2026 عاد غادي يكون عاد ما غاديش يبقى الكليك داي 2026 عاد ما غاديش يبقى الكليك داي وان شاء الله في اكتوبر في شهر 10 اما الاول ولا الوسط ولا الاخر غادي يتفتحوا النماذج ديال انواع الكونترات ان شاء الله باش يعمروا ابتداء من اكتوبر باش يعطيو الوقت كامل لارباب العمل والجمعيات والناس اللي كتدفع بادانتي دوميسيكو عمال البيوت. وان شاء الله سمعوني اخبار اخر بالنسبه للكونفرسيوني هذا هو خبر الاخوان بالنسبه للكونفرسيوني ان شاء الله مستقبلا ما غاديش تبقى كوطا ديال الكونفرسيوني. كيفاش ما تبقاش كوطا ديال الكونفرسيوني؟ الناس اللي كيدخلوا بالعمل الموسمي فلاحه سياحه فندقه او اي عمل اخر موسمي كنعني محدود
ما فيش الوراق كنقولوا كتجي كتختم الموسم ديالك هذا كونفرسيوني باش تحقق فيك الشروط وتبدل وتغير الى هذاك الباترون اللي جابك دار معك الاجراءات كامله وبغى يبدل معك ولا بغى دير يعني في المثال كونفرسيوني مع واحد اخر ماشي مشكل ما بقاش الكوطه يعني هذاك الباترون اللي غادي يبدل معك ما غاديش تدخل الكوطه غادي يغير ويبدل معك يجدد معك واللي يمدد معك وتقبل لك كونفرسيوني ديالك يعني ما غاديش نبقاو نتسناو كوطا حصه ديال كونفرسيوني في الديكريتو فلوسي كيف موقع الدراسه تماما جيتي بالدراسه دير كونفرسيوني ماشي مشكل يتحقق فيك الشروط دير كونفرسيوني لقى خدمه دير كونفرسيوني هذا الشيء اللي غادي يكون ثاني مستقبلا يعني انت جيتي بستة شهور ولا 9 شهور ما تسناش القانون ديال ديكريتو فلوسي وانما هذاك اللي جابك يعاود معاك يدفع لك هذا السيد انا راه بغيتو ها هي كونترا اخرى ها هي ديال 6 ولا 9 ولا العام ويدفع لك بلا كوطا بلا حصه ديال ديكريتو فلوسي باش هاد الناس هادو الا جاوا بغيناهم يبقاو هنا ويبقاو ريغولاري يبقاو يعني الـ بالوريقات ديالهم قانونيين واش فهمتوني الاخوان المهم هذا هو اللي كاين بالنسبه للتعديل اليوم هذا غير تسريب الاخوان راه غادي نشوفوا التعديل كامل ان شاء الله من بعد 23 في شهر 9 ان شاء الله وهذا التعديل كامل ان شاء الله غادي يتلاح في الجريده الرسميه من بعد ما يوافقوا عليه في البرلمان من طبيعه الحال وغادي نشوفوا ان شاء الله الجديد المهم هذا الشيء اللي كاين دابا ان شاء الله 2026 راه قلنا ما غاديش يبقى الكليك داي غادي يكون الكليك داي ان شاء الله 5 و7 و12 في شهر 2 ديال 2025 طلبات كاملين ولا بري كومبيلاسيون التعبئه المسبقه ولا ملء النموذج ديال النوع الكونترا ان شاء الله ابتداء من اكتوبر باش يعطيو وقت للعائلات بالنسبه للبادانتي دوميستيكو ارباب العمل الجمعيات وجميع القطاعات ان شاء الله اي جديد الاخوان انا معكم والناس اللي هي باش نختم الاخوان الناس اللي هما دافعي الجنسيه الناس اللي هما اللي هنا في طاليان ودافعي الجنسيه يدخلوا يشوفوا الكومونيكاسيون ولا ستاتو براتيك حاله الطالب ديالهم هذا خبر زوين الناس اللي هما دافعين الجنسيه خبر مزيان الناس اللي دافعي الجنسيه وكيتسناو يدخلوا بسبيد ديالهم فين دفعوا فين دفعوا الطالب ديالهم الجنسيه راه كاين اخبار ساره على هاد الناس هادو حتى هما راه تقريبا مرحله ما قبل الاخرى غتلقاو الاغلبيه ديالكم غادي يبقاو غادي يلقاو المرحله ما قبل الاخيره الاخوان يعني الديكريتو ديالهم راه خدامين عليه باش يعيطوا عليهم يديروا باش يحلفوا ان شاء الله يديروا الجورامينتو ويسهل عليهم الله ان شاء الله ياخذوا الجنسيه الله يسهل عليكم انتوما كاملين اللي ناوي شي حاجه الله يسهل عليه والله يقضيها عليها خوتي كتتسنى في الموعد الله يسهل عليك بغيتي كونترا كتسنى فيها الله يسهل عليك دافع جنسيه بالتوفيق ان شاء الله دابا غادي ندخل الخدمه المهم هذا كان باختصار على تعديل اللي جا ولا التسريب اللي هو خارج حاليا ان شاء الله غادي نتسناو الجديد اكيد اخوتي نهاركم مبروك.